السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض فاميلي باكج. دي فيها بعض الأدوات اللي بتساعد في موضوع التعامل الأسهل مع الفاميلي، زي باتش روتيت فاميلي. يعني أنا يكون عندي فاميلي مكررة كتير جدا، هو يقدر يعملها روتيت لما يكون في عندي كمية كبيرة من الفاميلي وعايز أعدل الاسم، مثلا مكتوب اسم شركة تانية فممكن تغير الاسم. ممكن تعمل سيلكت فاميلي، تعمل لهم اكسبورت أو اكستراكت لبره الموديل، وتقدر تعمل اكسبورت لكل الفاميلي بشكل منظم. بالشكل دوت هنا هتعدل الاسم، تمام. هيدور على كلمة معينة مثلا حرف الام ويروح مغيرها مثلا بالاي، مثلا بيعمل ريبليس للاسم او تزود حرف قبليه تزود حرف بعديه زي ما انت عايز. هتلاقيها اتغيرت بشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت مثلا للحاجات الخاصه بالاير تيرمينال او الحاجات الخاصه، يعني تقدر تعمل سيلكت لكاتيجوري معينه، هي دي اللي تعمل عليها الاجراء بتاعك. وهنا ده بتعمل الاكستراكت للفاميلي اللي انت عايزها. هتقول له اكستراكت فاميلي وتعمل سيلكت، وبعد كده هتقول له انا عايز اكستراكت، وتروح مخرج الفاميلي دي كلها في فولدر، والفولدر دوت هيبقى يعمل هو بقى كاتيجوري جواه، يعني يعمل دي الفاميلي الخاصه بالدور، دي الحاجات الخاصه بالميكانيكال، دي الحاجات الخاصه بالالكتريكال، وهكذا حسب الكاتيجوري.